اصحى يا كيلو، اصحى النهارده يوم اجازتك. اجازه اجازه اجازه. انا كيلو عندي 10 سنين. يوم الاجازه ده بالنسبه لي يوم مهم جدا ليا. بقوم بدري الصبح، بلعب شويه رياضه، ده حتى باين على جسمي. ولا انتوا شايفين ايه؟ الأهم بقى من ده كله إن أنا بحب التصوير، وخصوصاً التصوير السيلفي. مش بس كده، أنا بتعلمه عن طريق الإنترنت وباخد معلومات عنه مهمة تفيدني، وعشان كده اختاروني في قناة كوجي عشان البرنامج ده. أنا في يوم أجازتي بحب أدور على كنيسة أو دير أروح وأتصور فيه. مش بس كده، وكمان آخد فيه أحلى سيلفي. لا بجد شكلي كده هتأخر. مستنيين ايه؟ وانتوا جايين معايا، يلا بسرعة. صحابي في حلقة جديدة ورحلة جديدة في برنامجنا أحلى سيلفي. النهاردة رايحين نزور مكان يمكن كتير مننا روحه قبل كده، وأكيد أي حد روح هناك حب المكان ده. إحنا دلوقتي وصلنا مكان رحلتنا النهاردة، واللي بيعتبر من أهم وأجمل معالم المسيحية، وهو دير مرمينا العجايب بمريوط. بص يا صحابي، لازم تكونوا مركزين معايا كويس جدا، عشان بجد هتشوفوا حاجات هتعجبكم قوي. بس قبل ما ندخل لازم نزور المنطقه الاثريه. جاهزين؟ يلا بينا. ايه